برج غالب في مرسى علم، هو منتجع سياحي متميز على مساحة 8 ملايين متر مربع في مدينة مرسى علم، وبيقع في منطقة محمية طبيعية. بيشتهر المنتجع بجماله الرائع وتصميمه الفريد اللي تراعى فيه الحفاظ على البيئة والثقافة وتنوع الأماكن الترفيهية. بدأت شهرة المنتجع لما اختارته جريدة سان داي إكسبرس البريطانية كأول منتجع للترفيه والمتعة في البحر الأحمر. بيقوم الزائرين فيه برحلات غوص في ساحل البحر الأحمر والتمتع بألوان الشعب المرجانية الزاهية. بيضم برج غالب منتجع ومارينا ومساكن فاخرة ونحو 1000 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم ومركز مؤتمرات. منتجع برج غالب من أهم المناطق السياحية في مرسى علم، واللي بيضم العديد من الفنادق المميزة واللي هنتكلم عن أهمها باستفاضة معاكم في فيديوهات جاية. بس كده، ده كان تقريرنا النهاردة عن برج غالب في مرسى علم، وانتظرونا في فيديوهات جاية عن أهم المعالم الطبيعية والسياحية في مصر.